ست اللي هو نبيل، دور سيادتك كان ايه؟ ست اللي هو عمر كان دور سيادتك ايه؟ احكوا لنا العمليه كانت عباره عن ايه بالظبط؟ او العمليات. ايوه حابب انا كلمه العمليات، لان عمليات يعني 5 اختراقات لإيلات نفذنا فيهم 3 عمليات ناجحه. حتى حضرتك في البداية قلت غرقنا سفينتين من سفن العدو، هما 4، إن في العملية الأولى غرقنا داليا وهيدروما، في العملية الثانية غرقنا بيتشيفا وباتيام، في العملية الثالثة كانت تدمير رصيف الحربي. فهو الفيلم جميل طبعا مما لا شك فيه يعني، وأكثر من رائع، وعمل الحاجة اللي اتعملت في الشعب المصري كله. وفي حتى من شوية كنت متكلم مع الأستاذ حماد عبد الجواد، والعرب كلهم لما اتعمل الفيلم ده كان الشوارع فاضية، مش في مصر، في البلاد العربية كلها كانوا بيتفرجوا. وقت إذاعته اتعمل له تنويه قوي جدا، وأذيع في نفس التايم في العالم العربي كله. صحيح. ستة في الست الدول العربية. وعرض في مهرجان القاهرة أظن. افتتاح مهرجان القاهرة. أستاذ شفوز الشريس استخدمه سياسيا. كان بيواكب رفض إسرائيل لأنها تمضي على عملية معاهدة الحظر النووي. رفض. فانتهز الفرصة وراح أعارض الفيلم ومع 6 دول عربية. وكأن ده بنقدم لسان حالنا او وجهه نظرنا او راينا بالفيلم ده. اتفضل يا ست اللي اكمل. العمليات ارتبطت العمليه في ذهن الناس بالفيلم، لكن في الواقع زي ما حضرتك قلت هم 3 عمليات ناجحه بشده اتعملوا. كانت اول عمليات تتعمل للضفادع البشريه في الشرق الاوسط كله يعني، باستثناء عمليه فاشله جدا لاسرائيل عملتها في 5 يونيو في مينت اسكندريه، واتقبض على المجموعه بالكامل. هو كانت مشابهه لنا يعني، احنا نزلنا في اول عمليه 3 مجموعات، المجموعه بتبقى فردين، ضابط وصف ضابط، يعني 6 افراد. احنا انا فاكر من ضمن الاجراءات اللي بيعملوها لمقاومة الضفادع ان بيرموا عبوات في المية علشان لو في ضفادع تحت يموتوا، يعني حاجات عشوائية كده بتترمي. فانا فاكر في اول عملية ما سمعتش طوال فترة العملية غير عبوتين 2 وكانوا بعاد عننا، لكن بعد ما عملوا السجواب لموشي ديان في الكنيسة ازاي الضفادع داخلين طالعين محدش قادر عليهم، وشدد عمل حاجات كتيرة انه المراكب ما تباتش في الميناء بالليل، وان تعمل الشبك، وان يترمي العبوات. اترمت عبوات كتيرة جدا، كان بمعدل كل 2 دقيقة عبوة بتترمي. واحدة جت قريبة مننا جدا اللي هي بوظت التايمر وخلت الالغام تعوم. نفس ده اللي حصل في اسكندرية في 5 يونيو، بمجرد احنا كملنا يعني رموا عبوات، والعبوه جت قريبه مننا خالص، كنت القبطان عمر وانا في المجموعتين بس في العمليه ديت، وكملنا طلعنا على وش الميه والالغام اتفكت وحاجه كل حاجه ربنا ستر يعني. ومع ذلك كملنا وخدنا الالغام، وزي ما استاذه انعام بتقول عمر انا مش عارف كنا نعمل ايه، عمر اقدم مني، فابطال عمر طب نعمل ايه؟ قال لي بص احنا نروح يعني لو رست ان انا احضن اللغم لغايه بكره الصبح ماشي مفيش مشكله يعني، وانت فجر انا وهو بس هتنجح العمليه. كملنا